قبل حوالي 10 سنين في 2013 او في بدايه 2013 اعلنت جامعه القاهره بالتعاون مع هيئه المجمعات السكنيه باقامه مجمع سكني لاعضاء هيئه التدريس والعاملين في الجامعه على مساحه 127 فدان. وعدد الوحدات اللي المفروض تتعمل في منطقة 6 أكتوبر كخدمة يعني من الجامعة لمنتسبيها وأعضائها والعمال فيها حوالي 5000 وحدة سكنية. كان المفروض يتسلم هذا المشروع في العام 2016 وتم الدفع على دفعات وأقساط بدأت ببداية 2014 وكانت تنتهي ب 2016. وبالفعل أعضاء هيئة التدريس، الدكاترة، المعيدين، الموظفين، الإداريين، الكل باع اللي وراه واللي قدامه واللي كان شغال في الخليج واللي أخد قرض واللي عنده حتة أرض باعها وراحوا ثقة في الجامعة وهيئة المجمعات العمرانية واشتروا وحجزوا الوحدات اللي المفروض كانت تتسلم قبل 8 سنوات بالتمام والكمال. لكن كعادة كل حاجة في بلدنا بيتم إسنادها لحضرة الضابط، ما تعرفش إيه السبب. يعني لما تبقى جامعة القاهرة وعندهم واحدة من أكبر كليات الهندسة مش بس في بلدنا بل في العالم وعندهم استشاريين ونخب وخبراء في الأساس والبناء والإنشاء، تروح تسلم هذا المشروع لضابط جيش سابق اسمه جمال الأشقر لمجرد علاقته ببعض القيادات في الجيش المصري ليحول سيادة الضابط أو حضرة اللواء أو سيادة العسكري مشروع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمجرد سبوبة وابتزاز وتأخير في الخدمات وتسليم الوحدات بدون حد أدنى من المرافق. الخبر ده كان في يناير اللي فات. لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة تعلن تسريع الانتهاء من توصيل المرافق. ده في يناير 2014 او 2024 بعد 8 سنوات من الميعاد اللي حددته كراسه الشروط والعقد اللي مضاه 5000 مواطن 5000 فرد بضمان جامعه القاهره لاستلام هذا المشروع. حتى الناس اللي استلمت للاسف فوجئوا بعد ما سكنوا في هذه الوحدات ان الوحدات ما فيهاش كهرباء، الميه ما وصلتش، الصرف الصحي مجرد مواسير اتفحتت وترمت في الارض، الغاز الطبيعي مش واصل، الطرق مش موجوده، مفيش لا وحده اسعاف ولا وحده مطافي ولا مدرسه ولا مستشفى ولا اي حاجه، حته صحراء موجوده في 6 اكتوبر ويافطه ضخمه مكتوب عليها المجمع السكني لاعضاء هيئه التدريس بجامعه القاهره تم افتتاحه في عهد عبد الفتاح السيسي وعهد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعه القاهره. ده فيديو صورته أحد الساكنات أمس من داخل المجمع السكني لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة. نتابع الفيديو. مني فلوسي عشان أسكن، فأنا جيت بقى شقتي وقعدت في الضلمة بولادي دول بلبس المدرسة، هم قاعدين لحد دلوقتي عشان يعجبهم ويعجب رئيس الجامعة ويعجب كل اللي شغال واللجنة كلها، وأنا هقعد هنا بقى مش همشي من هنا في الضلمة، مش هروح لشركة الكهرباء عشان شركة الكهرباء هتقولي أنا ما خدتش منك حاجة ويلا يا ماما من هنا. احنا كلامنا مع الجامعة، مؤسسة حكومية مع مؤسسة حكومية، احنا مش عمارة فردية حضرتك، ولا حضرتك بتكلم جهلة. والكشافات فاصلينها عننا، يعني هم قالوا ولع ونوروها لنا، وكلمنا أستاذ هاني عثمان قال حاضر لحظة واحدة وهكلم المهندس المسؤول، وفي الآخر أدي الشارع أهو كحل قاعدين على كشافات الموبايل لحد بقى ما يفصل ويحلها ربنا. يعني لو جرالي حاجة أنا وأولادي بعد الملايين اللي أنا حطيتها. يعني واحدة زي دي أو السيدة الفاضلة اللي هي تعتبر من علية القوم أعضاء هيئة التدريس، الناس اللي راحوا لا بقى بيتعاملوا مع بنك ولا مع مقاول ولا مع مدينة سكنية ولا شركة سمسرة، ده بيتعامل رأسا مع الجامعة، الجامعة اللي مضت بروتوكول رأسا مع الهيئة العليا للمجمعات السكنية والمجمعات العمرانية، وقالوا هنسلم المشروع خلال 4 أو 3 سنوات بالكتير. تروح الست تسكن بعيالها في الضلمة بالشكل ده، تتصل على مدير المشروع يقول لها كلمي شركة الكهرباء ييجوا يوصلوا لك الكهرباء. طب أنا كمواطن ذنبي إيه؟ أنت متأخر، سبت الدكاترة والأساتذة والخبراء في الإنشاء والتصميم ورحت استعنت بحضرة الضابط لمجرد أن حضرة الضابط واصل ومسؤول وليه علاقات، أو مش عايز أقول بقى ليه علاقات براس الدولة زي ما هيجي خبر على لسان بعض من المنتفعين أو المضارين من المشروع. الأغرب من الموضوع أن الدكتور محمد الخشت وهو أيضا من الناس المقربة للنظام المصري في 2021
اعلن نهايه المشروع وطلع يتفشخر وقال لك انتهينا من مشروع اسكان اعضاء هيئه التدريس خلال 3 سنوات. ده الكلام ده كان امتى؟ ده الكلام ده كان في 2021، في يناير 2021، يعني قبل 3 سنوات، تقدر تقول قبل 4 سنوات من الان. سيادته كان بيقول لك انهينا من المشروع، لكن فيما يبدو ان سيادته لا راح بص على المشروع ولا شاف البنى التحتيه اللي مش موجوده، ولا حتى سمع اعضاء هيئه التدريس المدرسين والدكاتره والعاملين اللي كل يوم بيروحوا يقفوا يستنوا حد يحن عليهم ويسلمهم الشقه. ناس من دول اتخطبوا واتجوزوا وخلفوا في شقه ايجار عشان بيته مش عارف يستلمه. ناس من دول ايضا دفعوا ثمن الوحده بتاعتهم 4 مرات لان سياده الضابط عمال بيشتري ويبيع فيهم. يعني انا قريت تابعت بعض من اقوال الساده المضارين، قال لك ان حضره الضابط بيساومنا على فلوس مقابل ان البلكونه بحري، اللي بلكونته بحري عايز يدفعوا فلوس زياده عشان خاطر بيشوف الشمس، واللي بيته ارضي عايز يدفعوا فلوس زياده بحجه انه بيستفيد من الحديقه، واللي بيته في الدور الرابع عايز يدفعوا فلوس زياده بحجه انه هيستفيد من السطوح او من الروف، رغم ان المواطن او المشتركين ال 5000 مشترك دفعوا ثمن الحديقه وثمن المرافق وثمن كل حاجه قبل ما يبدا تصميم وبناء المجمع السكني. اسمع كده بعض من اعضاء هيئه التدريس هم بيسالوا سياده الوزير رئيس الجامعه حضره الضابط، احنا باي حق نستلم وحدات بدون مرافق وبدون خدمات؟ على قواس الشروط ان احنا كنا استلمنا من 2016 ان احنا بين الجامعه وبين وادي النيل مش عارفين نوصل الحقوق لحد وقتنا هذا. مش قادر ان انا اسكن في الشقه، مفيش مرافق، مفيش كهرباء، مفيش ميه، الكومباوند جميل لكن غير قابل للحياه. اخدت الشقه من حوالي 3 4 شهور وما كنتش عارف المشكله، اتفاجئت ان مفيش المرافق مش موجوده او موجوده داخل الكومباوند بس مش واصله للعمارات. مشطب الشقه بقالي 3 سنين وباصت طبعا، ومن لا ميه ولا نور ولا في حاجه، يعني الشقه هضطر اعمل تجديدات ثانيه مع السعر الجديد اللي هي الاسعار، ربنا يستر على الناس. ده واحد من المشاريع اللي المفروض تكون المشاريع الموثوقه، يعني لما يحصل في المواطن اللي وثق في الجامعه كده فما بالك بقى باللي حجز في سكن المصريين وحجز في ابن بيتك واللي حجز في مشاريع الاسكان المتوسط والاسكان الفقير والاسكان العالي ومشروع مش عارف سكن المصريين وسكن الغربه. تقريبا مفيش مشروع اعلنت عنه الدوله وما طلعش المواطن قال اتنصب عليه. فيش مواطن حجز وحده سكنيه في واحده من المدن الجديده اللي كل يوم بيتكلموا عنها، ومدن الجيل الرابع والجيل الثالث، دمياط الجديده، المنصوره الجديده، برج العرب الجديده، وانت جاي من الصعيد عندك قنا الجديده واسيوط الجديده وسوهاج والمنيا، خش بقى بعد كده على رشيد الجديده، كلها مدن على الورق بس. يطلع يقول لك مدن الجيل الرابع وافضل خدمه وافضل مرافق، يروح المواطن يشتري يسكن يلاقي المدينة ما فيهاش حتى الحد الأدنى اللي هو مية وصرف وإضاءة أو نور وكهرباء. موضوع جامعة القاهرة ده بقى وراه ديل طويل كده، قضية فساد ضخمة البطل بتاعها حضرة الضابط بالتعاون مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة واللي عملوا جمعية تملك هذا المجمع السكني، رغم أن كراسة الشروط اللي الناس مضوا عليها كانت بتقول أن الأرض دي ليست ملك الجامعة ولا ملك جهة حكومية، دي ملك أصحابها، ده احنا عاملين مجمع سكني وهيئة ملاك والجامعة فقط مجرد مشرف. يفاجأ البعض بقضية فساد كبيرة داخل الجامعة بالاستيلاء على هذه الأرض وإقامة جمعية مجتمعية واعتبار أن الأرض دي جزء استثماري من أراضي الجامعة. طبعا في إهدار للفلوس بيصل حسب هذه المحاضر لحوالي مليار و200 مليون جنيه داخل هذه الأراضي. أنا معايا بعض الأخبار اللي بترصد ماذا حدث في هذا المشروع، منها مثلا هذا الخبر اللي بيقول لك تعثر مشروع إسكان جامعة القاهرة بسبب لواء مقرب للسيسي واللي باع الهوى للأساتذة. بعض من الأساتذة في الجامعة
اكتشف ان الشقه بتاعته اللي حجزها من 2013 واللي راح شطبها بنفسه من غير مرافق اتباعت مره واثنين وثلاثه بسبب حضره الضابط او حضره اللواء المقرب لسيسي زي ما بيقول هذا الخبر. بعض الاساتذه اللي اكتشفوا انهم بيتم ابتزازهم مقابل استلام وحداتهم، وان وحداتهم اللي كانوا راحوا شافوها وعينوها اول مره راحوا بعد كده لقاها اتباعت وبيديله وحده تانيه. ده واحد من الملفات اللي اتحكم فيه حضره الضابط وبوظه زي كل حاجه باظت في البلد، اتحكم فيها ضابط لا ليه في الشغلانه ولا يعرف في الهندسه ولا في الانشاء ولا في التصميم ولا في الاداره، لمجرد انه حضره ضابط دلوقتي بيتنطط على اساتذه الجامعه الخبراء والمستشارين واللي المفروض بيفهموا في البلد.